بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية نأسف لإعلان 4 حالات مصابة بوباء كورونا ببلدية طبرق، وفي نفس الوقت تقدم بجزيل الشكر والعرفان للجنة الاستشارية الطبية ببلدية طبرق لما بذل منهم خلال الأيام الماضية من مجهودات جبارة في ظل إمكانيات ضعيفة جدا. من خلال هذا المؤتمر الصحفي أطلب وأكرر طلبي من معالي رئيس الوزراء والسيد المستشار عقيلة صالح والسيد رئيس الأركان العامة والسيد وزير الصحة والسيد وزير الداخلية بالنظر إلى خطورة هذا الوباء والاهتمام باللجان الطبية بالمراكز الطبية بالبلديات. وفق الله الجميع ويشفي الله الجميع ويحمينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعاً نأسف تسجيل أول حالة بفيروس كورونا داخل بلدية طبرق. سجلت أول حالة يوم 23/7/2020. تم تسجيل أول حالة بفيروس كورونا داخل بلدية طبرق، ومباشرة قامت فرق الرصد والتقصي بداخل البلدية بالتقصي على جميع الحالات المخالطة، وثبت 3 حالات من مخالطين إصابات موجبة تم تسجيلها كذلك. بهذا يكون العدد الإجمالي لحالات كورونا داخل بلدية طبرق 4 حالات، هي الآن بصحة جيدة موجودة في الحجر الصحي، صحتهم ممتازة والحمد لله. نتقدم بجزيل الشكر للأطقم الطبية والطبية المساعدة والأطقم الإدارية وفرق الرصد والتقصي على المجهودات الجبارة التي بذلت في اليومين الماضيين لضم جميع المخالطين وحجرهم في الحجر الصحي. كذلك أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للبلدية طبرق وجميع من وقفوا في هذه المعضلة. إن شاء الله تمر على خير. والدكتور أحمد صالح أحد فرق الرصد في مدينة طبرق توا يحكي لنا عن تفاصيل الحالات، التفاصيل العلمية للحالات اللي مرت بهن وصحتهم إلى هذه اللحظة. شكرا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور أحمد صالح، راشد فريق الاستجابة السريعة طبرق. طبعاً بتاريخ 23/7/2020 يوم الخميس سجلت أول حالة موجبة بمدينة طبرق، الحالة لمرأة مسنة تبلغ من العمر 70 عام. اسمحوا لي بس نحكي باللهجة العامية يعني عشان توصل الفكرة للناس. أول حاجة نحن كلجنة طبية مطالبين حاجات معينة نبينون للناس وفي حاجات ممنوع نبينوهن. الحاجات اللي تحتم عليها المسؤولية الطبية مفروض أن ما نبينوش للناس. المرأة مسنة عمرها 70 سنة، هذه اللي مفروض توصل للناس. والمرأة من طبرق ومقيمة في طبرق وما كانش عندها تاريخ سفر، ما كانش عندها تاريخ سفر معناه أن حالة جديدة مش حالة سفرية. في لبس عند الناس، الحالة السفرية حالة قادمة من برا المدينة، جاية من مدينة موبوءة أو من دولة موبوءة دخلت إلى مدينتنا، لكن الحالة هذه جديدة ما كانش عندها تاريخ سفر. جديدة معناها تفيد في انتشار داخلي داخل البلاد. نحن نبحث توا وعندنا ممكن أخبار على حالة سفرية، لكن حتى كان وصلنا للحالة السفرية في انتشار في البلاد. يعني مثلا بنغازي في حالة واجد، سابها مدينة موبوءة، طرابلس مدينة موبوءة. هذه لازم توصل الفكرة للناس. حصرنا المخالطين، البلاغ وصلنا قريب المغرب، نقلنا الحاجة للحجر وحصرنا المخالطين. المخالطين بلغ عددهم 38 مخالط. طبعا المخالطين، تعريف المخالط عشان الناس ما يصيرش عندهم لابس نفس الموضوع، المخالط اي شخص تعامل مع الحاجه ملاصقه جسديه، تعامل الاطقم الطبيه اللي هم الممرضين والاطباء من غير معدات وقايه اللي هي الماسك، اللي هي الماسكات الكمامات. الحاجه الثالثه ان اي شخص قاعد مع الحاجه اكثر من 15 دقيقه في مسافه اقل من متر، هذا يعتبر مخالطين. والمخالطين احنا عندنا يتقسموا الى درجه اولى ودرجه ثانيه. عامة البروتوكول متاع اللجنة العليا اللي ماشيين به أن أي مخالط عنده أعراض من الدرجة الأولى والدرجة الثانية ينسحب له، اللي ما عندهش أعراض ما ينسحبلش. تمام؟ نحن في لأن هذه أول حالة حاولنا نسحب أكبر عدد ممكن من المخالطين عشان نقلص الدوائر، ما عادش نمنعوا انتشار داخلي.
داخل بالنسبه للحاله هذه، الحاله اللي متعلقات بالحاله هذه، بلغ عدد المخالطين 38 مخالط من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. اطلعت النتائج يوم السبت الموافق 25/7/2020. النتائج كانت كالاتي: 30 حاله سالبه فضل 30 عينه سالبه فضل الله عز وجل من مخالطين. رقم 2 ثلاث حالات موجبه وقدر الله ان حالات موجبه، 2 احفاد الحاله الاولى والثالثه قريبتها، وخامس حالات ممكن يفهموا الفنيين هذه اكثر حاجه صار الانهبيشن، الجهاز ما استقبلش الحاله، ما استقبلش العينه لان ممزوجه بالمخاط، ما يستقبلهاش الجهاز، صار الانهبيشن وسحبناه لم امس. امس خضينا المخالطين الجدد للحالات المخالطه. طبعا الحالات المخالطه اللي امس كانوا 4 متعلقات بالحاجه الكبيره، المخالطين كانوا 3 حاجه تبلغ من عمر 65 سنه، طفل عمره 10 سنوات، وامرأة عمرها 24 سنة. بالنسبة للأحفاد الاثنين هذول ما عندهمش مخالطين، لأن أصلاً إحنا سحبين الباتهم أمهم وعائلتهم، ما عندهمش مخالطين كمخالطين مباشرين. بالنسبة للحاجة سحبنا 4 وحدين من عائلتها. أمس سحبنا 11 عينة، 4 مخالطين للحاجة، 5 للإعادة، هذين 9، واثنين حالتين اشتباه أمس أخرى. نطلب من الناس عدم الاستماع إلى الإشاعات. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قصدي الأمر خلوه للأطقم الطبية، مش كل حد يكتب، مش كل حد يقول الحالة موجبة، حالة سالبة، الحالة عرفناها، الحالة ما عرفناهاش. لابد أن الناس تبتعد عن الإشاعات. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الاسم عبد المنعم سويكر يحيى، مدير إدارة خدمات صحية. نحن لدينا فريق تابع الإدارة يتكون من 5 فرقان، فرق رصد هذين يشتغلن تحت إدارة اللجنة الاستشارية الطبية طبرق. في حالة لا قدر الله اشتباه حالات جديدة أو ظهور حالات جديدة في الأحياء، حيتم يتحرك الفريق مباشرة للحي من خلاف غلق الحي وخلافه يعني. فنحن اللي نتطلبه أنه أول مرة الموضوع يتطلب الناس تقبل الأمر والمصداقية في الحديث بالدرجة الأولى في حالة المخالطة وفي حالة حالات الاشتباه. بإذن الله ما يكونش حالة جديدة، إن شاء الله تكون عليك يعني. فنحن عندنا فريق رصد جاهز في حالة لا قدر الله ظهور أي حالات موبوءة جديدة، فالفريق جاهز على مدار الساعة تحت أمرة الاستشارية طبرق. أيضا بالتعاون مع المركز مكافحة الأمراض فرع طبرق برئاسة السيد عطية فرج، عندنا طاقم طبي حيبدأ معاه بإذن الله من بكرة تكون الحلقة الأولى اللي هي العيادة التنفسية مركز الأمراض السارية فرع البطنان. وربي يحفي الجميع ويحمي الجميع من هذا الوباء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام مراسل مكافحة الأمراض. نحن سمعنا الآن عن عدد الإصابات، ولكن الإصابات لا تعكس حركة سكان المدينة. هل توصي سيادتك كرئيس الاستشارية بإقفال المدارس وصالات الأفراح والمقاهي والمصارف والمزيدين مبردك؟ طبعا هو نحن نأخذ في التعليمات من لجنة الشريعة الطبية العليا، واللجنة الشريعة الطبية العليا رفعت الحظر، فما نقدروش نخالف التعليمات. ليبيا الان اصبحت في مرحله انتشار ونحن جزء منها، ما عادش فيه تقدر انت مثلا هنا تقول ما فيش دراسه وبنغازي حالات اكثر منك يديروا دراسه. هذا الامر متروك للسلطات العليا، يفضل يعني يفضل كان في اللجنه الطبيه الشرعيه العليا توقف المواضيع هذه، خاصه الدراسه والجامعات حيزيد الموضوع، لكن حاليا لان في انتشار واللجنه الطبيه العليا في انتشار في بنغازي وحالات اكثر منه، ومع ذلك هم ممكن يبوا يفتحوا الدراسه. فالتعليمات هذه حاجه من العليا، ما نقدروش نحن كبلدين نعطون. في الايام الاحتراسيه كنا نملك ونعطون، لكن الان خلاص انتشار، الان عندك انتشار داخلي، ما عادش في جدوى من نديروا قرار وحدنا. فنحن ننتظر في التعليمات من العليا في هذا الموضوع. مروان يونس، مراسل قناه ليبيا روح والوطن مدينه طبرق. سؤال موجه للدكتور احمد صالح. الحاله الصحيه للحالات الاربعه، اول حاله والثلاث حالات طبعا نحن عندنا 4 حالات، الحاله الاولى والثلاثه المخالطين لها. بالنسبه للحاله الاولى كان عندها اعراض، لكن بعد السحبه الاولى اللي هي طلعت سالبه والسحبه الثانيه طلعت موجبه، الاعراض بدأ يخفن.
المريضه تو لها قريب يومين بفضل الله عز وجل، ما عندهاش حراره، وضعها كويس، في ممكن كحه حاجه بسيطه يعني بقايا الالتهاب، لكن الى الان وضعها كويس. الحاجه الثانيه لازم في حاجه بيعرفوها الناس، انه يظن يقول لك انت تعطوا فيهم علاج. الموضوع البروتوكولات اللي قاعدين نحن نتعامل بروتوكول اللجنه العليا، لكن حتى البروتوكولات الدوليه علاجات كلها تدعيم، يعني مثلا سوائل، بعض المضادات الحيويه خوفا من التهاب بكتيري ثانوي نتيجه التهاب الفيروس، لكن انه في علاج معين، ما فيش علاج معين، هذا موضوع عالمي مش متعلق بطبرق ولا بليبيا. تمام. بالنسبه لثلاث حالات الاخرات المخالطه، الحاجه اللي عمرها 65 سنه كانت عندها حراره وكحه وخف الاعراض ووضعها كويس. بالنسبه للطفل اللي عمره 10 سنوات والبنت اللي عمرها 24 سنه ما عندهمش اعراض اصلا، وضعهم تمام. نحب ننبه لحاجه، طبعا لا قدر الله في حاله الانتشار، في حاله انتشار واكثر الحالات اللي ما عندهاش اعراض ويطلع الموجب مفروض حجر منزلي. احنا عارفين الجانب الاجتماعي في طبرق ان الناس تطلع وتخش، خاصه جيتنا فتره عيد، لكن اذا كان اكثر الحالات نحن نضطر للحجر المنزلي. تو ما زلنا، معلش سامحني في المصطلح، ما زلنا في الوسع، نقدر نحجر الحالات الموجبه اللي ما عندهاش اعراض نحجرهم في الحجر، لكن لما يكثر الحالات ويزيد اللود علينا حتى عشان ما نستهلكوش الاطقم الطبيه لابد ان يحجروا في المنازل اذا كان صار تفشي لا قدر الله. عبد الباسط فنتوري، مراسل قناه في بالحاله. السؤال الموجه للدكتور فرج. اولا دكتور نشدوا على يديك وعارفين مجهوداتك وكثر الله خيرك وان شاء الله ربي يعينك ورب يحفظ اهلنا داخل مدينه طبرق. السؤال اللي اسال المواطن حتى على السوشيال ميديا، يعني ليش ما تمش اعلان عن مكان او سكن الحالات اللي الموجبه هذه، ان انتقال من اي حي، كيف ما شفنا في بغازي ان مثلا السلماني انتقال لنا في السلماني في حالات وطوق السلماني وتم حجر المنطقه بالكامل. وهذا سؤالي بس. هو الحاله طبعا كانت موجوده عندنا في المستشفى، يمكن هذا ما يعرفوش الجميع. الحاله تم تشخيصها داخل المستشفى، كانت موجوده عندنا ممكن 4 أو 5 أيام قبل ما يتم تشخيص وشخصناها عندنا في المستشفى. فلذلك بعدها المخالطين نتاعها بالكامل خذيناهم، لكن خلاص الحي وما الحي ما عادش لها اي اهميه ان نحجروا حي بالكامل والله. الحاله اصلا تم تشخيصها عندنا ومشخصه وما عادش في داعي للحجر الباقي الحي والله. وهذه الان مش حاله اصلا، هي مش حاله سفريه لنا، هذا انتشار. تو حاله بنغازي ممكن الحاله الاولى اللي كان جاي من تركيا وكذا كان معروف بالنسبه لهم، خذوا العينه من الحوش شخصوه، لكن المحادثات عندنا الان تو في انتشار، ما عادش في جدوى من حجر الاحياء ولا في جدوى من اي شيء، اذا كان الحاله بروحها مش مسافر اصلا وصار لها الاصابه معناها هي قد يكون في اي مكان اخر في طبرق الان. تو نحن نحذر منها ان نحن موجودين في انتشار، في اي لحظه يجيك اي مريض من اي مكان اخر، فما فيش جدوى من موضوع انت حجر الحي يعني. خالد محمود 218. اول شيء نشكركم على مجهوداتكم اللي بذلتوهم واللي بذلتوهم في الفتره السابقه والحاليه ان شاء الله والمستقبل. الشيء الاخر دكتور عبد الغفار الملفي، امس كنت في تواصل معه على موضوع المسح العشوائي، طمني قال لي العينات كلها سالبه، وانا مستغرب انكم انتم ما اعلنتوش على النتائج هذيك رغم ان لهن اهميه. هذا سؤال. السؤال الاخر، في حاله تم تسجيلها في دارنا، هل في علاقه ما بين الحاله اللي في دارنا والحاله اللي في طبرق؟ السؤال الاخير يعني عملية تحديد السبب، يعني أو زي ما يقولوا الحالة الصفرية أو اللي نقال الكورونا للحاجة، هل إمكانية تحديدها أمر سهل ولا صعب؟ بالنسبة للسؤال الأول ما يخص الدكتور عبد الغفار الملكي وحالة المسح العشوائي، للأسف نحن تم سحب 260 عينة، ونحيي الفرق الطبية اللي درتن والفرق اللي أرصدها حسب الخريطة المفعولة، وبالتحليل المبدئي اللي الرابط تست كل النيجاتيف، وهذه مطمئنه في طبرق، لكن للاسف راه عند الان ما اشتغلوش، يعني هم تموا ما عندهمش مواد ما اشتغلوش، نحن كلجنه سريه نعلنوا عليها ما اعطوناش النتيجه لعند الان، يعني ما عندناش نتيجه وغبيناها والله، نحن اشتغلنا حسب فرق بتاعنا هنا وكان موجود معنا الدكتور عبد الغفار 260 حاله، هذه 260 حاله كان بالرابط نيجاتيف، وهذه مطمئنه جدا، الدليل ان ما كانش عندنا انتشار في الوقت اللي درناه، كان طبرق نظيف يعني، بعدين بعثنا للصواب المسحه الثانيه، المسحه الثالثه عند الان لم تطلع النتيجه في بنغازي، تحداها بالزولي كان في نتيجه، كلمناه كم مره تواصلنا معاه من اللود اللي صار من الضغط اللي صار في حالات، تم في حالات من مختلف المدن اللي جانا تم يشتغلوا في الاول، والدليل اللي احنا قاعد الان حالات حاله موجبه وفي مخالطين اشتغلوا لنا، لكن 260 رام ما طلعش نتيجه الان بالصواب. السؤال الثاني اللي هو بخصوص الحاله الدارنة، لا ما لهاش علاقه، طبعا حسب ما سمعتنا الحاله الدارنة جايه من الحدود. وتقدروا لها التحليل في مساعد حسب ما سمعنا هاتفيا، انا في مساعد والجو عنده اصابه حسب تعليمات معالي وزير الصحه وتعليمات اللجنه، ان اي اصابه على الحدود المدينه بتاعها تستلمها، فاستلموها ممكن من الحدود ما لهاش علاقه بالحاله بتاعنا بالكامل.
السؤال الثالث اللي هو الصعوبة في وجود الحالة السفرية، فعلا صعوبة، مش بالسهل انك تحصل الحالة السفرية خاصة كاين في انتشار داخلي، لكن نحن الفرق بتاعنا مستمرة في البحث الحالة السفرية وان شاء الله توصلوا لها، وفي احتمالات يعني عندنا بوادر لكن ما نقدرش نعلنوا عليه تو الا كان اكد ان شاء الله. معلش تعقيب على السؤال، المسح اللي اندار المسح العشوائي اندار بطريقتين، طريقة الدم وطريقة المسح الأنفية. الدم الرابط تستري واختبار الدم السريع يفيد التعرض المسبق للمرض، طلع عن كل سالبه، التعرض المسبق معناه ما فيش تعرض، وهذه الاشاعه اللي طالع عند الناس انه في شهر 12 شهر 1 جتنا كورونا وعدت، كلام هذا ما فيش، العينات كل سالبه، ما فيش تعرض مسبق في طبرد، هذه مطمئنه من جانب هذا، ومش مطمئنه ان المجتمع عرضه ان يصير له، لو كان في تعرض مسبق في الاسم المضاده معناه في مناعه مسبقه، فبالتالي نحن لما يصير انتشار ما يكونش لعرضك، يبقى في الجانب هذا غير مطمئن، ان نحن عرضه، عشان هيك الناس لازم تلتزم بنفسه والاجراءات الوقائيه. وبالنسبه للبي سي ار كما فهد الدكتور فراج، العينات ما اشتغلونش، وعلى تواصل انا مع المعمل اللي غادي ما اشتغلونش، قالوا عندنا نقص مواد، 265 عينه ما اشتغلوهنش. واكرم فادي مراسل قضيه ليبيا في مدينه طبرق، السؤال موجه للحاج فرج. حاج، هل تواصلتم مع الحكومه الليبيه باعتبار المجلس التسييري هو السلطه العليا والمتابع لاوضاع مدينه طبرق بشان توفير كل ما يلزم من احتياجات ومتطلبات من اجل الحد من تفشي كوفيد 19 داخل المدينه؟ احنا لعند بلامس كنا ومعي الدكتور فرج جالي، كنا مع المستشار عقيلة صالح، وكان اغلب الحوار فيما يخص الكورونا. الحكومه، جلاله رئيس الوزراء، سيد رئيس مجلس النواب على درايه كامله ووقوف، حتى كان في اتصال مباشر ما بين سيد المستشار وسيد وزير الصحه بالخصوص اثناء هذه الجلسه. طبعا هي نحن من البدايه في اللجنه الاستشاريه في اطقم اللي هي خير الاطقم الطبيه والتمريض والفنيه ككوادر طبيه طبيه مساعده مع عملهم، وهم الجيش اللي يكون في الواجهه، بالاضافه الى اللي نقدم لهم اكثر تحيه في هذه اللحظات هم سائقي سيارات الاسعاف، لعند الان في عينه بتطلع يعني لهم فوق من 3 شهور في كل لحظه طلعين مرات في اليوم، مره مرتين في فجر في ليل في كذا لعند بنغازي من بعد مسافه التحليل، كذلك الاطقم الهندسيه والاطقم المعدات الطبيه الصيانات واللي قاموا بالتجهيز، فكلهم هذول عندهم دور كبير في الاول والان، حتى اثناء في حالات في الحجر، تعرفين مبنى الحجر اللي احنا جهزناه هو اصلا مبنى ماهوش مستشفى، انتوا عارفين طبعا كلها تعرف هذه الحقيقه، فهو قد ينقصه اشياء كثيره ان يكون مستشفى، ومع ذلك حاولوا يجهزوه يخلوه يستعد للحالات، واي نقص بعد ما بدوا في العمل الفعلي في اي نقص هذه اطقمنا هي اللي حتى كي نبوا نجيبوا اي عماله خارجيه تقوم باي عمل فني في الداخل يرفضوا يدخلوا، كانوا يدخلوا داخل المستشفى يطقم من داخل المركز والى ذلك، فقدموا التحيه وكل الشكر انهم يقدموا في هذه الخدمات. شكرا. معلش عندنا تنبيهين، تنبيه رقم واحد، اي شخص من طبرق عنده اعراض تنفسيه يشكي من حراره اعراض تنفسيه عليه التوجه لمبنى المركز الوطني فرع طبرق اللي هو الصدريه متعارف عندنا في طبرق. يعني هذا هو المخصص اللي اني اشوف الحالات الصدريه، في دكاتره عارفين وفاهمين الحالات وعارفين كيف يشخصوا، اي حاله اشتباه يحولوها، اي حاله من اشتباه يعطوها علاج وتطلع. اي انسان في طبرق يشكي من اعراض تنفسيه ولا حراره يمشي للصدريه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نوجه الشكر لعائله المريضه الاولى، عائله كانت قمه في الاخلاق في التعاون، تعاون معنا بجانب ما كناش نتوقعوه يعني، واي حاجه نطلبوها منهم يديروها، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. نتمنى انكم تتواصلوا بشكل مستمر مع الاعلام، لان الاعلام له دور مهم جدا جدا جدا، ونحن من خلال صفحاتنا الشخصيه وان نحن مراسلين في المنطقه هذه وكلنا قاعدين في 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 مركب واحد، فنتمنى منكم انكم تتواصلوا معنا بحيث نفندوا كل الاخبار المنتشره بين الحين والاخر. يعني انا عارف ان في تعرض للاهانات بين الحين والاخر عبر وسائل الاعلام المختلفه، في حتى اللي يطعم فيكم في شخصكم، لكن نحن رانا معاكم، بارك الله فيكم. شكرا لكم، بارك الله فيكم.